كانت عن طريق قاسم سعيد من ركلة جزاء، ساهم بإعطاء ظفار الهدف الأول في هذه المواجهة. ثم جاء بدر الجابري وربما الكثير لا يتفق مع هذا القرار، لكن هذه وجهة نظر. وطبعا هذه محاولة تسديد، يا سلام، جول 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 جول. الرائد لابد أن يتوج العمل، لابد أن يتوج عمله بهذا النجاح الكبير، بهذا الهدف الجميل. يا سلام على قدم وصلت وأوصلت قذيفة حمراء لا يمكن التصدي لها يا بريكي. تصدى في أولى، تصدى في ثانية، تصدى في ثالثة، غير ممكن وغير معقول. شوف اللقطة الماضية، لمسة، يا سلام على اللمسة، هدف، يا له من هدف، إنه الهدف الأجمل في هذه الجولة. إحسان الحضري بلمسة كبير وكرة غلطت الحارس، لكنها لا تغالط رائد، كرة سكنت في الشباك كواحدة من أجمل أهداف في بطولة الدوري. هوبا، صعبة يا سليمان، صعبة صعبة يا سليمان، هاتها من الشبكة. هدف ثاني لمصلحة الزعيم، هدفين إذن مقابل هدف واحد في هذه الأثناء. ظفار ومعرة تعود من جديد، عبري السلام يلعب كرة للأمام الآن، محاولة، فرصة خطيرة 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 خطيرة، جول 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 جول. ثلاثة يا زعيم، ثلاثة من أجل النقاط الثلاث، ثلاثة يا زعيم، ثلاثة من أجل الزعامة، ثلاثة يا زعيم، ثلاثة من أجل الانتصار، ثلاثة يا زعيم، لا من أجل الانكسار. رايات حمراء ترتفع في المدرجات، وجماهير حمراء تسعد الآن بالهدفين، بالثلاثة، الهدفين في شوط المباراة الثاني. تصل النتيجة إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالرغم من أن صحم حاول وحاول وحاول، لكن أمام الزعيم لا تحاول، لأن الزعيم في هذا الموسم يريد لقبا عاشرا، يريد بطولة انتظروها، يريد بطولة غابت عن خزائنهم، يريدون استعادة الذكريات، يريدون استعادة الأمجاد مرة أخرى. وبثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، الزعيم يتقدم على شقيقه نادي صحم، وبالتالي الجرح يتعمق، الجرح يتعمق. خسارة ثانية حتى الآن بالنسبة لصحم أمام ظفار، قد لا تكون خسارة، يعني خلينا نقول غير متوقعة، لا، لأن ما شاهدناه في شوط المباراة الأول كان في سيطرة وكان في فرص، لكن صحم حاول واستطاع أن يسجل هدف التعادل. في شوط المباراة الثاني زعيم بلا رحمة، زعيم بكل قسوة، زعيم يسجل هدف ثاني ويتبعه بثالث. شوف هنا في اللقطة الماضية، لاحظ الكرة التي وصلت بهذه الطريقة، يا الله يا الله، المخرج قاريها صح. ليش؟ لأن الكرة الماضية كان فيها ضغط، كان فيها ضغط صحماوي، شتتت أي كلام من عبد السلام، لكنها وصلت لأن تكون أسلوب. وبهذا التوهج الذي عليه نادي ظفار، أعتقد بأن جدول وبطولة الدوري بصراحة ربما قد تكون صعبة على صحم. يا الله على لمسة، أو يا رائد، ماذا يريد رائد؟ يلعب كرة عرضية، جول جول رابع، أربعة، زعيم أحمر ما أروعه، نعم بالأربعة، زعيم أحمر ما أروعه، أربعة أهداف كاملة يسجلها الزعيم،
أربعة أهداف كاملة تستقبلها الشباك الصحماوية. شوف اللمسة، شوف السلاسة، شوف السهولة. يا الله يا حضري، يا الله يا حسين، ماذا يفعل هذا اللاعب؟ أين أنت؟ أين كنت؟ وكأنهم يقولون أين أنت؟ أين كنت؟ أنت عمري، أنت نصفي، كيف يحيى النصف من دون النصيف؟ يا الله، على لمسة ساحرة، على كورة جميلة، على هدف رابع، وكل هدف أحلى من هدف هذا الزعيم اللي تدور عليه جماهير الزعيم.